هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة يتجدد اللقاء بحضراتكم لنحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لزملائي الذين تواصلوا بالتعليق في الجولة الأولى الذي انطلقت بأربع أشواط تنوعت ما بين الحول والزمول والمهجنات والمحليات. هكذا ينطلق الشوط الخامس ليحمل الذلل المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. خامس أشواطنا في مساء هذا اليوم في هذه الأمسية اللي تحمل الكثير من الأسماء اللي صالت وجالت في ميادين السباق. هكذا نتواصل عبر هذا الشريط التسجيلي في ميدان المرموم تحفة الميادين. مباشرة نذهب إلى المراكز الأولى بعد بداية الانطلاقة، وهذه قبة، هذه قبة مشاهدين الأعزاء من تتصدر المشاركات لتحمل شعار هدن العاصفة، يقودها في التضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما تليها بالمركز الثاني تتقدم هملولة على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وياتي أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير كذلك في التضمير المركز الثالث مشكورة من الجانب الآخر بشعار هدن الرياسة. الشعار الأحمر كذلك الجميل والرائع يقودها في التضمير عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي الثلاث اللي بهنزان زان اللقا والميدان انطلقا بالمقدمة. بعد أن أخذ المركز الرابع وهذه ملهمة تأتي في المركز الرابع، هذه ملهمة مشاهدين الأعزاء بإنجازاتها وبسجلها وبمشاركتها الفعالة والجميلة تنطلق مع المركز الرابع والمركز الخامس تتواجد فيه الكورة، الكورة وملهمة من هجن الرياسة بقيادة الواثق، بينما المركز السادس تتقدم في سادس المراكز مياسة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، ياتي سالم بخلفان بالشاوي من أحد الشباب المضمرين كذلك على المركز السادس، بينما المركز السابع هذه تواجدت الشكلة، الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي سعيد بن عبيد الحميري يقدم الشكلة على المركز السابع، يا ناخذ المركز الثامن وبنلقى هذه اللي هي شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز التاسع هذه التاسع اللي هي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان، وكذلك الشاهينية في عاشر المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم لينبي. هكذا هكذا النداء الأول مشاهدين العزاء، النداء الأول للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا المساء الجميل الذي تسير فيه هذه الأسماء والشعارات العملاقة والجميلة والرائعة من هذا السن. من هذا السن وهو سن الحول، سن الذلل الأصايل الذي قدمت الكثير من الإنجازات، قدمت الكثير من التحديات، وقدمت أداء جميل طيلة فترتها العمرية اللي ترعرعت فيها في الميادين من سن الحقايق، انتقلت إلى اللقاية ولا الإذاع وإلى الثنايا بالإنجازات والسجل الحافل حتى وصلت إلى هذا السن، السن اللي يكون فيه ركود للمشاركات ومدة طويلة تكون في هذا السن سن الحول المشاركات الفعالة. هذه قبة، هذه قبة مشاهدين الأعزاء عميقة للقاية، عميقة قبة في الأداء في الانطلاق في الشعار الجميل شعار هدن العاصفة في شكلها الجميل في أداها الرائع في عوايدها، دائما تبدأ بالانطلاق من بداية الشوط وتير الشوط لتمتع جماهيرها ومحبيها ومحبي هذا الشعار. شكرا يا الواثق حمد بن راشد بن غدير من دار تضميرها وعنايتها في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، انفردت ما شاء الله بالمركز الأول، بينما المركز الثاني أخذ المركز الثاني لن قبة
تركت مسافة بينها وبين بقية المراكز بالانفراد وبالانطلاق الجميل. انطلقت مشكورة بالشعار الأحمر، شعار الخطر، شعار يهدنا الرياسة الذي يتوقع له في هذا العام مثل الأيام الماضية والأعوام اللي قدم فيها الكثير من الإنجازات، كذلك هذا هو شعار يهدنا الرياسة، حاضر ومستعد. كذلك الأخوة المضمرين القائمين مع هذا الشعار يستعدون وينطلقون بهذا الشعار، شعار يهجن الرياسة. يتقدم على ظهر مشكورة في المركز الثاني، يقود أحد الشباب البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي على المركز الثاني. أما المركز الثالث تتقدم فيه الشاهينية بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، كذلك مع الخطير اللي قدم إنجازات كثيرة وبصمات رائعة مع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بالإنجازات العديدة، وهذه هملولة في المركز الثالث بين المركز الرابع. انساير ناخذ المركز الرابع، نشوف رابع المراكز في هذا التواصل وفي هذه الانطلاقات. ما شاء الله الثلاث رواعي العوايد، الثلاث اللي قدمن الكثير انطلقا وبعدا. المركز الرابع هذه مياسة لاسمه شيخ راشد بن سعود المعلى سالم بن خلفان بالشاوي. يضمرها سالم خلفان بالشاوي وهي في المركز الرابع. أما المركز الخامس الكورة من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. أشوف المركز السادس وصلت ملهمة وصلت على المركز السادس وتحركت وعينها عناك على الثلاث، على الثنتين أو كذلك على قبة لتسير بعوايدها وبتحدياتها. يا سلام يا سلام من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز السادس. أما المركز السابع تتقدم فيه وتصل فيه الشاهينية، تغير من موقعها، كانت في عاشر المراكز غيرت تقدمت إلى المركز السابع أو الثامن. المركز السابع نعم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي، يضمرها الثامنة في هذه اللحظات هذه الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، يتولى عملية تضميرها. وصلت في هذه اللحظات وتحركت الشايب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد عتيج بن سالم بالعرطي في تاسع المراكز. أما المركز العاشر شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 الثلاثية براشد علي بن راشد بن حمد بن غدير. هكذا مشاهدينا الأعزاء العشر المراكز، وهذه لوحة الثلاثة كيلومترات وجسر العبور. مشاهدينا الأعزاء جسر العبور ومعادي الحزام القابات على اليمين الجميل والرائع الذي يعطي كذلك منظر جميل على أرضية هذا الميدان بهذا الانطلاق. ومغادرتنا للوحة الثلاثة كيلومترات وانحنى الميدان تدريجيا وانعطافه عفوا على إلى خط النهاية وإلى المنصة مباشرة. وغبة مشاهدين الأعزاء في غبة الميدان ترقص 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 طربا وشوقا واستعدادا لهذه الأيام المقبلة الجميلة، أيام الجماهير، أيام الحماس، أيام الكثير والكثير. تستعد مشاهدين الأعزاء هذه قبة تستعد للفوز والناموس، تستعد للمنافسة، للتحدي، للرقص مع شعار هجن العاصفة، شعار هجن العاصفة. مشاهدينا متابعين الكرام يا سلام، تنفرد بالمركز الأول، تنفرد بالمقدمة، تنفرد بالمركز الأول، تنفرد بالسبق من سن الفطيمة، وكل ما كبرت كبر مخزن هواها. يا سلام كان مشارف حين بها مبنات خيمة قايمة ورخة طنوب اللي بناها، في المنافس ما تلفت للهزيمة، عينها علي قبض ويل أسنداها. مشكور يا بن مصر على هذه الأبيات، يا سلام لا تقولون الأبيات لي ولا شيء، كل واحد يعطى حقه. هذا الشاعر سعيد بن مصر، شكرا يا أبو حمد. كذلك نعود إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني.
المركز الثاني. يا غبة وين المركز الثاني؟ حطت فارغ كبير ورايع للغاية. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني هذه مياسة لراشد بن سعود المعلى سالم خلفان بالشاوي يتولى عملية تضميرها. هملولة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما هناك الوصول وتحركت ملهمة اللي قلت لكم أنها عينها على قبة. يا سلام ما ترضى إلا بالموقع هناك وبالمكان اللايق والمناسب لها دائما والذي تعودت عليه. يا سلام عودة إلى المركز الخامس أو شوف المركز الخامس تدخلت الكورة الغندورة وصلت كذلك الكورة من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن روح يا علي دوس البترول يا علي وانطلق هناك على المقدمة لحقنا سوق 160 ما شاء الله أو أكثر اللي تلحق بقبة لأن هني كادر واحد في شريطنا التسجيلي ولي نلحق بقبة ما شاء الله تبارك الله. يا سلام هذه قبة مشاهدين الأعزاء غبة الناموس غبة السبق في هذا الانطلاق. يا سلام هذه مشاهدين الأعزاء غبة فرضت علينا الفرض الواجب وانطلقت هناك لنتابعها بالتعليق وبالصورة مع أيضا مقبول اللي يتابع تصوير الشريط التسجيلي. أشكرك ولا عتيج هذه يتبادلون شكرا كذلك يستاهلون الشكر. يا سلام هذه قبة مشاهدين الأعزاء تنطلق بالمركز الأول بل تنفرد وتباعد المسافة عن بقية المراكز بدون منافس على الإطلاق وبريحية. تهانينا نزف التهنية لمالك شعار هجن العاصفة بل لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتحياتنا وتهانينا كذلك للواثق حمد بن راشد بن غدير من دار تضمير وعناية هذه الأصايل بشعار هجن العاصفة وبتحدياته واستعداداته خصيصا في هذه الأيام الجميلة والرائعة في هذه التحديات. تهانينا وناموس لهجن العاصفة لحظات وصول غبة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بعرض تلقائي وذاتي بدون أي توامر وهي في أريحية وأداها الجميل المعتاد منها بدون منافس على الإطلاق. بينما المركز الثاني وصلت في ملهمة كذلك من هجن العاصفة والمركز الثالث هذا وصول مياس لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى والرابعة هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أما الخامسة وصلت شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل المستحق لغبة ووصولها